تم التسجيل والمكساج باستديوهات أفراح العروسين لتنفيذ جميع الشيلات والزفات بالأسماء حسب الطلب. للتواصل 05-333-48-02-1. مرحبا حيوم الهجي الصقر باسم سلطان على صدر وسام باسم ابو حسن وهو الشيخ الجسور. مرحبا عند الكريم بالكرام أفراح العروسين لتنفيذ جميع الشيلات والزفات بالأسماء حسب الطلب. للتواصل 05-333-48-02-1. والله إن حضوركم عندي سرور وأدرك الأيام بتشريف الحشام. في حضور الكل زاد النور نور مثل نور البدر لزاح أفراح العروسين لتنفيذ جميع الشيلات والزفاف بالأسماء حسب الطلب. في عيال سلطان رفيع المقال والنخيت حسن ما هو من غرور. في يميني سيفني قص العظام وفي سلمان لي أصبت كبار الأمور. واكتتاب الفعل ما هو من كلام لذكرنا رياض وزفت الجسور صاملين يبقى عام مثل الغمام. وإذا احتارت بوصفه مصدر سعيد يا عساهم طول الأيام بسرور. أعضل دهيني على الشدة حزام قلتها من قلبي وإحساس وشعور. مرحبا بالكل في نسك الختام في استديوهات أفراح العروسين لتنفيذ جميع الشيلات والزفات بالأسماء حسب الطلب. للتواصل 05-333-48-02-1. مرحبا عند الكريم ابن الكرام. مرحبا مليون مني بالحضور عد ما هل تم التسجيل والمكساج في استديوهات أفراح العروسين لتنفيذ جميع الشيلات والزفاف بالأسماء حسب الطلب. للتواصل 05-333-48-02-1. في حضور الكل زاد النور نور مثل نور البدر لزاح الظلام. وانبغيت العذر مالي بمعذور. في عيال سلطان وفي عين المقام لتنفيذ جميع الشيلات والزفاف بالأسماء حسب الطلب. للتواصل 05-333-48-02-1. وفي سلمان لي أصابت كبار الأمور. وكتاب الفعل ما هو بالكلام لذكرنا رياض بفزعة الجسور. تم التسجيل والمكساج في استديوهات أفراح العروسين لتنفيذ جميع الشيلات والزفاف يا عساهم طول الأيام بسرور. للتواصل 05-333-48-02-1. مرحبا بالكل في مسك الختام. مرحبا بالكل في مسك الختام. تم التسجيل والمكساج باستديوهات أفراح العروسين لتنفيذ جميع الشيلات والزفات بالأسماء حسب الطلب. للتواصل 05-333-48-02-1. لسنا الوحيدون ولكننا الأفضل.